أحمد، أنا أعتقد ما في أي ظروف للهلال، الإصابات مو طبيعي، أي فريق يعاني من إصابات. بالنسبة لي النقطة المهمة، الهلال في حالة وجود أسلوب المعتاد يبقى الهلال الهلال، يبقى يظهر بالصورة المطلوبة. اليوم شفنا الهلال بأسلوب المعتاد، بوجود أنا تكلمت يمكن أكثر من مرة بوجود لاعبين مهمين في الخارطة الهلالي، هو يشكل أسلوب الهلال بشكل مهم. الهلال لما رجع لأسلوبه اليوم، أضف إلى ذلك يمكن التعاون اليوم شاموسكا أخطأ في بداية المباراة بالتشكيل وطريقة أسلوب اللعب، مع أنه يملك لاعبين على مستوى عالي. فأعتقد أن الهلال لما يظهر بأسلوبه، يعني السؤال أحمد، هل نشاهد الهلال باستمراره في التذبذب من 100% إلى 50%، ولا خلاص انتهت؟ شوف الهلال إذا رجع لأسلوبه يبقى تبقى اسلوبه والظاهر في اسلوبه وشخصيته في المباراه، اسلوبه على سلمان. اليوم سلمان سوى كل شيء في المباراه، كل شيء. اكيد اشوف سلمان هو اللاعب، انا قلتها، هو اللاعب يتشكل عليه اسلوب الهلال. الهلال اليوم شفنا في خروج الكوره، في استحواذ، في تدوير الكوره، في السيطره على وسط الملعب، وهذا هو اسلوب الهلال. احنا يمكن تكلمت انا في المباراه السابقه أمام الفتح، لما الهلال عانى من خروج الكرة بشكل كبير، والسبب ما في وجود اللاعب اللي يتحمل تحت الضغط ويطلع الكرة تحت الضغط. اليوم سلمان شفنا هو اللي يبدأ، هو اللي يبني، هو اللي يسوي زيادة ويوسع الملعب بشكل كبير. طيب، يعرف يعني يعرف ما له بديل؟ هذا السؤال بالنسبة لي في الهلال حاليا. ما في بديل محمد؟ ما في بديل، ما في بديل، ما في بديل. يعني انت عشرته كلاعب، اكيد عشرته كلاعب من اللاعبين اللي يعتمد عليه الفريق يا خالد. هو اللي يسرع الرتم، هو اللي يهدي الرتم، هو اللي يقود الفريق، هو المدرب داخل الملعب. يعني زي الجهه اليسرى الظهير اليسار، ما في الهلال، ما في بديل للشهر، ما في بديل للشهر. انا شفته قاعد كم لاعب لعب في المركز هذا، دليلكم في لعيبه مميزين ما تلاقي. ولكن كلام علي يقول الهلال دائما الدوري، تكلم على سلمان وبعده بروح. هو انا بقول لك، انا لكن دائما بعض الاحيان تجيك ظروف، الايقافات، الاصابات، عدم التسجيل فترتين، ترى هذه كلها اذا انصبت على فريق. ابو عبد العزيز معليش، انا الظروف اللي يتكلم فيها، ترى ما كان في غياب في الهلال الا ياسر الشهراني، غياب. اوكي، ياسر سلمان الفرد لعب بدايه الموسم، كم لعب لين وقت التوقف، لين كاس العالم، بعد كاس العالم كم طيب مباريات ما لعبها قبل كاس العالم. السؤال، هل الهلال اذا لعب سلمان يصير منافس على الدوري، واذا ما لعب سلمان ما يصير؟ لا، ما نقول لك كذا شكلك جيد احمد. لا لا بس ما تقول لي، انا ما اكلمك انا كمشجع واقول لك لو لعب لو طلع ولو سوى، ما تقول لي ظروف. نقول لك، اقول لك انا سلمان الفرج من اللاعبين المميزين، ركيزه اساسيه، اوكي، من اللاعبين المميزين. عندك انت لعيبه هذول يقودون لك فريق، وفي لعيبه مكملين. طيب انا لما اقول لك سلمان الفرج، بالوليد انت سالت سؤال، هل راح يستمر الهلال بهذا التذبذب في المباراة؟ انا اقول لك في وجود سلمان الهلال راح يكون بطريق صحيح. وجود سلمان هو السؤال. اذا راح سلمان لا سمح الله راح يصادف مشكله، نفس المشكله التذبذب، الهلال راح يصادف مشكله، لان سلمان هو اللي يقود الفريق، سلمان وكريم هم اللي يغيرون شكل، يعمل لك الاتزان بعض الاحيان.